السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. المهم الصباح هذا اول حاجه غادي نديرها ان شاء الله هي غنبارطاجي معكم دي برودوي اللي توصلت بهم من لا مارك ماتي كوزميتيك. كاينين شي حوايج غنجربهم ان شاء الله اليوم، وشي حوايج كل ما جربتهم غنعطيكم عليهم الراي ديالي. نبدا انا باول حاجه جات قدامي هنايا، عندي اول برودوي توصلت به هو هذا صابون ارغان، صابون البلدي بالارغان، كيجي البو بحال هكذا. ثاني منتوج هو هذا ديال كريم ديال النيله الصحراويه، هذا اونتي طاش ومبيض، وكيجي البو بحال هكا صغير. برودوي الاخر هو هذا السيت ديال الاظافر، هنايا دايرين بلي يقوي الاظافر وكيطولها وكيحميها من التكسر والتشقق. فوالا كاينه هنايا الثقله ديال اليدين والقدمين، هنايا موسيوني بلي راها كتخلط بالماء اولا الماء ورد، وكتخدميها بشكل دائري مده 10 دقائق، وعاد كتشلليها بالماء دافي ومن بعد منه الماء بارد. كيجي البو تبارك الله كبير، وهادي راه كتجي بودر، شفتها البنات راه فيها هادي السيكوريتي. فوالا البرودوي الاخر اللي عندنا هنايا هو هذا كريم اونتي فيرجيتور، بالنسبه للناس اللي عندهم لي فيرجيتور. انا صراحه ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه على شي برودوي، لان انا براسي مازال ما جربت حتى شي حاجه. هنايا كريم ديال اليدين كريم ايدغاتو، هنا دايرين ملطف للبشره ويساعد على التخلص من الجفاف، يستعملوا يوميا. هنايا هذا كريم طبيعي لتفتيح الاماكن الحساسه، كيجي هكا بو صغير، ها هو الشكل ديال لا كريم مع كانوا في سميتو بقاو عوجين داكشي علاش ولاو هكا. هنايا كاين هاد الصابون هذا ديال الغسول الاسود، هذا جو بونس هتليق لي عندو البشره الدهنيه. كاينين هاد الجوج هادو، بما انكم نتوما غادي تشوفوا بلي راه بديت الريجيم ديالي ولا صار، فتوصلت كذلك بهاد جوج بهاد الكومبو هذا. هذا كريم ديال التنحيف، هو اشنو كاتبين عليه؟ كاتبين بلي وزيد اميغغ كيعاون باش زعما تنقصوا الكرش وتحاربوا السيلوليت. اذا بات هي مكونات طبيعيه، خلطه زيوت واعشاب لاذابه الدهون من البطن والارداف، وكي قلت لكم تحيد حتى السيلوليت، يعني هذا غتايطاليوه. انا على ما قالت لي ايطالي على لابارتي اللي بغيتيها تضعف، وديري السلوفان دوري عليها وتمشي ديك الساعه ديري لاصال ديالك. وكاين عاوتاني هذا زيت حرق الدهون، حتى هو اونتي سيلوليت نفس الشيء، حرق الدهون دهون البطن والارداف، تنحي في الجسم واعطاء رشاقه وصوره جميله للارداف والبطن. فوالا كاينه هادي ويل اكليرسيسونت، هادي اونتي طاش، هادي ديال الوجه كتشكرها بزاف، قالت لي زوينه وكتحيد لي طاش. انا كي قلت لكم راه مازال ما استعملت ما نقدرش نقول لكم والو، ولكن غادي نجرب وغادي نرد عليكم. بزاف بزاف منكم كيقولوا لي بغاو شي حاجه لي طاش، قالت لك هادي الكل في لي طاش ديال الشمس اللي سيكاتريس اي حاجه كتفتح هادي. ولكن بيان سيغ البنات ماشي يكون اللون ديالكم اصلا سمر وتسناو منها تبيض لكم الوجه، يعني غادي ترد لكم اللون الطبيعي ديالكم بدون تصبغات. كاين هذا ماسك ديال الكاكاو، هذا كيعاودوا عليه زوين بزاف، ماسك غورمون فيزاج بو دوس اي نوري، ها هو كي كيجي نحلوه. فوالا كيجي تقيل بحال في العسل جو بونس، ما عرفتش واش كيتطلا هكا ولا كيتخلط مع شي حاجه. المهم راه فين ما غنستعمل شي حاجه انا غنسولها اكيد، وغادي نعطيكم الطريقه ديال الاستعمال، ومن بعد غنتشارك معكم النتيجه. هذا ما ورد، هذا طبيعي مقطر على اليد، ما مزيود مع حتى حاجه. عطاتني هنايا هذا الكيس ديال النيله الصحراويه، هذا واحد السيروم ديال السنجلان ديال السمسم، هذا ديال الشعر. كاين هنايا التبريمه البيضاء،
كاين هاد الكحله ديال العروس خطيره خطيره، والبنات والله العظيم مع الاستعمال المتداول غادي تبان لكم النتيجه، وانا على يقين ومتاكده من هاد الهضره ان اللي جربها غادي تعجبو. وهي فاش كونتاكتاتني قالت لي عرفتي هاد التبريمه البيضاء احسن من السوداء، هذيك الكحله زوينه، ولكن اللي ما عندوش لي طاش بزاف في هذا فلابو ديالو فلوكور، هاد البيضاء اللي عنده بزاف لي طاش يستعمل هادي دايرين كتخلط بالماء ديال البابونج وشويه ديال السكر، جو بونس هادي ما كداش مع الصابون البلدي. المهم انا غنسولها ونعاود نرد عليكم باش نستعملهم. وهادي السقله بعد الحمام تا كتسالي كتبي تخرجي كتخلطيها بمنقوع الشاي لمده 3 ساعات، يعني هادي صايبيها قبل ما تمشي للحمام وكتخليها ترقد، يمكن جو بونس هي كتايطالي على لوكور ديالك شويه كتخليها وكتشليها وتخرجي. فوالا كانوا هادو هما لي برودوي اللي توصلت بهم اليوم. ان شاء الله كاين داك العرس الخيري اللي قلت لكم، ديجا ما وجدت حتى شي حاجه حتى البارح بالليل، عاد تواصلت مع السيده اللي كدير الكاشط ودارت معايا اليوم 11، باقي كاع ما عرفت شنو غادي نلبس. وعاد الميكاب ارتست اتصلت بها حتى هي البارح بالليل، اوغوزمون لقيتها كاينه دارت معايا هي 11 شونس. غادي نمشي المهمه موجوده والو، غادي ندخل دابا اول حاجه غادي نديرها المهم غادي نمشي نبريباري لابو ديالي، وغادي نستعمل هادي هاد السقله هادي ديال اليدين والرجلين غادي نجربها ونشوف لي في ديالها. والله ما عرفت جو بونس نخليها كاع ترجع هادي عاد نديرها حسن ترجع لان خارجه والشمس ونقيس شحال من حاجه. دونك غادي نمشي دابا ان شاء الله نوجد غير الوجه ديالي ندير ليه شي ماسك. المهم هانتوما معايا بنات، دابا غادي ندوز باش ندير الماسك. انا حاليا هذا هو الماسك المعتمد عندي، ها هو كيما كيبان لكم ديال كليمونس، فريمون البنات هذا ما كنفرطش فيه، احسن ماسك وغوماج او ميم طون، ديجا بارطاجيته معكم وكنقولها وكنعاود ناكد عليها. وتاني حاجه غنديرها غندير كذلك غوماج حتى هو من لا مارك كليمونس الليب ديالي هذا الفمي. بون اول حاجه غادي نديرها غادي ندوز نكزق الوجه ديال العروس، بيان سور الوجه البنات يكون مغسول قبل، غسلوا ليه هكا بالوجه باش نيتوايون ديالكم باش كتغسلوا وجهكم. وغادي نجي غادي ناخدو غادي نايطاليه شي غير نفتحو فوالا باش تشوفوا حتى ما كنستعملوه هو راه خلو واش بقى فيه. هذا بعدا كتبان لكم الريزلت سور بلاص اون فوا تستعملوه، اللي جربوا عندي تياخذوا. بون كي قلت لكم غادي ندوز غادي ايطالي هو الاول وغادي نخليه واحد 5 دقائق. بعدا ملي تايطالي وحاولوا ديروا حركه دائريه هكا بيديكم لوجهكم كامل، راه فيه دي غرين ديال الفيك دو باربري لانه هو على باز ديال الويل دارغون بودر اي ويل دو فيك دو باربري والفيتامين او. كيكون كديروا به حركه دائريه مزيان وعاد ديك الساعه خليوه في وجهكم واحد 15 دقائق ومن بعد غسلوه. فوالا انا ندوز دابا نابليكي مع الفولار، غاتجيني شويه صعيبه نحيد الفولار نابليكي نخليه ونغسلو ونعاود نطلق. فوالا البنات صافي ساليت، درت الكوماج ديالي كما كيبان كما شفتو معايا قبل، درت كذلك الكوماج باردون لي ليفغ ديالي ابخي ايدغاتيت لابو ديالي بسيتافيل كريم ايدغاتونت اللي ما كتختاريش احسن كريم ايدغاتونت جربت لحد الساعه. صافي ايدغاتيت لي ليفغ ديالي، دابا ان شاء الله غادي نمشي باش نقضي الاغراض اللي قلت لكم ديجا عندي. المهم انتم معايا ان شاء الله. انا جيت عند السيده اللي كنكري عندها تكاش لي ديجا صورت لكم عندها جايبه الجديد، ولكن ما غاديش نصور لكم اليوم راكم عارفين تبعني شحال من حاجه. المهم ها هي كارت فيزيت ديالها بالنسبه للناس اللي مهتمين، انا نحاول باش نزومي عليها غادي نحطها ونزومي عليها باش تبان لكم اكثر. وبالنسبه شنو غادي نلبس حتى الدار حتى نلبس وغادي نوريكم شنو خديت عندها. فوالا البنات ها هي كارت فيزيت ديالها، راه جات على الشارع الكبير ديال التشيره. بالنسبه للناس اللي جايين من جهه التسويقه ديال التشيره غادي تلقاوها على يديكم اليسر، غير فوتو 49 الحانوت ديالها جا كي قلت لكم هو الاول جا في الشوكه راه باين كاتبه فيه قفطان يسرى، سينو راه كاينه النمره ديال التليفون ديالها هنايا غتصلوا بها
وغادي تعطيكم اكزاكت فين كاينه، ولا تلقى ليكم دير معكم بلاصه اللي هكا نتوما عارفينها. وبالمناسبه راه عندها شين في اليوتيوب، راه كتحط فيها دائما الجديد وكتبارطاجي معكم هكا تكاشط لي عندها ولي موديل جداد اللي دخلوا، كتبارطاجي حتى وصفات طبيعيه ولا وصفات ديال هكا شهيوات، وهذا عندنا داكشي زوين ما شاء الله. المهم انا نخلي لكم لي كوردوني ديالها، سواء نمره التليفون سواء لاشين ديال هذا اليوتيوب، ودخلوا عندها هكا تشوفوا الجديد اللي كاين، دائما تبقاو ديما على معرفه بالجديد اللي عندها. يلا ها البنات، المهم انا دابا خصني باقي نمشي، تابعيني شحال من حاجه. فوالا البنات، دابا جيت عند السيده اللي قلت لكم غادي ليها الميكاب، غنخلي لكم الانستغرام ديالها في لابار دانفو. عندها تبارك الله كنشوف، غتدخلوا غادي تشوفوا لي بوست ديال هكا لي موديل اللي كتخدم ليهم الميكاب، داكشي غزال ما شاء الله. ميكاب ارتست ديال بصح، ماشي دوك لي متطفلين على الميدان. المهم غادي تشوفوا الريزولتا. انا هنايا سون ميكاب، غادي نقلب الكاميرا عندي وغادي تشوفوا. فوالا البنات، ها هي افون، وتسناو ان شاء الله منين سالي وتشوفوا ديك الساعه ابري. يلا ها البنات نتلاقاو، راه ديجا انا اون غوطار. البنات ما عرفتش، المهم انا دابا تنسجل لكم الصوت، مي الا كانت كتسمع الموسيقى نحيدو ونعاود ندير فوا اوف. المهم حنايا دابا داكشي اللي عطاوني الناس الامانه ديالهم، كاين اللي عطاها ليا سلمها ليا في يدي، كاين اللي عطاها ليا جابها معاه. المهم حنايا كنبريباريو كنقادو الدفوع، فاش غنسالي غنصور لكم كلشي، وكل واحد عطى امانه غادي يشوفوها هكا مقاده في الطيفور. الماكياج ها نتوما نحاول نقرب لكم اكثر، ما عرفتش بعدا واش صورت لكم قبل ولا لا، حيت ديجا مشيت اون غوتار، ما مشيت حتى لشي ربعه. المهم ما عقلت صراحه، ما عرفتش واش صورت لكم ولا لا، الا كنت ما صورت لكم غنحط لكم مقتطفات اللي كنت بارطاجيت في الانستغرام. وبهذه نيت مناسبه البنات باش تدخلوا تابوناو عندي في الانستغرام، راه كاينين شي حوايج اللي كنحطهم في الانستغرام ما كنحطهمش في اليوتيوب، سورتو لا بيريود اللي ما كنكونش اللي كنغبر على اليوتيوب، راه كنبقى اكتيف في هذا في الانستغرام. المهم بالنسبه ليا احسن ميكاب ارتست لحد الساعه درت عندها الميكاب هي جهاد، تبارك الله عليها. لابو ديالي ما غياجاتش، انا عندي لابو تري سونسيبل، ملي كنمشي لشي عرس و كنرجع مكنجي فين جيت، تا كنلقى الحبيبات ميم سيتي خدمو ليا بديماخ زعما لي معروفين، الحمد لله ما وقع والو، كلينا راه كيف ما غتشوفو الغوجا ليفغ بقى مزيان. المكياج ما تحركش من بلاصتو نهائيا، هاهو كيف ما كيبان ليكم بقى كيف ما درتو، كيف راه كنهضر معاكم كنشوف المرايا، مربع متبانليش حاجة زعما نغوماركيها، كيف ما درتو كيف ما بقى. كنقولها شكرا بزاف لهلا يخطيك. التكشيطه ديالي حاولت هكا، حيت كيف ما كتعرفوا الحفل اللي مشيت ليه ممنوع فيه التصوير، حاولت هكا واحد القطه هكا، حاولت سناء اكلان دي كوموندير لحبيبتي حاولت تصورني باش تبان لكم التكشيطه، فريمون عجبتني زوينه جات، سورتو مع النوار وراكم عارفين مع البو هذا ما لقيتش الحمد لله مشكل.
بون دابا غادي ندوز باش نمشي نبدل حوايجي وغادي ندوز نديماكي وجهي. اول حاجه غادي نديرها هو نستعمل هاد الديماكيوم هذا ديال كليمونس زوينه البنات. لا روتين اللي غنبارطاجي معكم اليوم طوب. ديجا كنت بارطاجيت معكم ملي توصلت بهم هذا كنت شريته البنات وكاينين لي برودوي اللي توصلت بهم من عند لا مارك كليمونس نيت واللي غنهضر لكم عليهم. شفتوا اليوم البريباراسيون ديال لابو ديالي كلها من كليمونس، لا القماج ديال الفيزاج ولا القماج ديال لي ليفغ. دوماج مبقاتش لي الوقت باش نجرب هاديك صقلات اليدين ديال ماتيك وسميتيك، ولكن اكيد ان شاء الله غنجربها معكم هكا اون ديريكت ونشوفوا لي في ديالها مع يديا ولاو كحلين بالسكر. ما كنديرش لي غون كنساهم، وانا من لو جور اللي ديما تنهيدغات يديا، وراكم عارفين لا كريم ايدغاتونت والشمس ما تيطلقوش. بون فوالا نرجعوا للموضوعنا. من بعد ما غادي نديماكي وجهي من الماكياج غادي نغسلو بيان سور، ومن بعد غنستعمل دو برودوي. نورمالمون البنات ملي كنمشي للحمام اولا ملي كندوش كنخرج ما كنقدرش ندير لوجهي والو، بعدا في الدوش ما نغسلوش، ميم لو جيل نيتوايون ديالي ما نستعملوش نهائيا، ولكن نهار بديت هادو ديال كليمونس طوب كيبردو ليا الوجه. انا عندي لا بو سونسيبل. كاين هاد السيروم هذا ديال الليل هو ريباراتور و او ميم طون كي ايدغاتي لا بو، فيه الويل دامون دوش، فيه الويل دافوكا، الويل دارمون، الفيتامين او. هذا كنديرو لوجهي كامل. من بعد كندير هاد الويل دو فيك دو بارباري بور هذا البنات، وانا نضمنو ليكم من عند مجدة من عند لامارك كليمونس. هذا انا كنديرو غير لي صاغي. نهار بارطاجيتو معكم فاش توصلت بيه سولتوني البنات واش هذا كديريه انت غير لي صاغي؟ لا، هو نورمالمون البنات ما كيداش غير لي صاغي، كيدار الوجه كامل، ولكن بما انني انا عرفتو بور حقيقي ما مزور ما مزيوده معاه حتى شي حاجه، داكشي علاش فضلت انا نتخطي بها غير لي سيرم. هو نورمالمون اونتي غيد وكيحيد لي سيكاتريس من الوجه، كي مغذي نوريسونت رافيرميسونت و ايدغاتونت. هادو هما لي زيفي ديالو. الناس اللي عندهم لي طاش راه مزيان ليهم، انا هذا كنخليه غير لسميتو صافي غنيدغاتي بيان سور يديا و لي ليفغ ديالي و لي بي، وغادي نمشي نعس. وقبل قبل ما نختم تلاقيت مع بعدا الشكر لكل وحده تلاقيت معها باسمها، كنشكركم شكرا على الحضور ديالكم. والناس اللي ما جاوش وكلفوني بالامانات ديالهم راه صورتهم اليوم راه شفتوهم توصلت بهم السيده، شكرا والله يجعلوا لكم في ميزان حسناتكم يا ربي. تلاقيت مع صديقه وابوني وكلشي، ديجا كنت بارطاجيت معكم كلكو زارتيكل ديال هاد النقره كنت وصلت بهم، واليوم تلاقيت معها كذلك في الحفل وعطاتني مسكينه هادو، كنقولها شكرا لهلي خطيك. وبنتي كانت تجلاو ليها لي بوكل ديالها ديال هيلو كيتي وجبتهم ليا اليوم، كنقولها شكرا. البنات انا نخلي لكم لاباج ديال هاد الانستغرام، انا كاع النقره ديالي من عندها. هاد لونسومبل هذا فريمون عجبني سيرتو اللوين ديال زوين، كنقولها شكرا لهلي خطيك. كي قلت لكم البنات دايره دي بري تري ريزونابل فريمون، ها نتوما تشوفوا الناس اكادير غادي تمشوا تقارنوا لي بخي لي عندها في لاباج مع السوق وغتلقاوها ناقصه على السوق. علاش؟ لانهم هما لي تيدفعوا اصلا نقرا لصحاب المحلات، هي كدير لا ليفريزون في المغرب كامل، حتى الناس اللي في المدن الاخرين الا بغاو شي حاجه راه تقدر تصيفطها عليهم باغ امانه. فوالا البنات، المهم نخلي لكم لاباج الانستغرام ديالها، دخلوا غتشوفوا لي موديل عندها تبارك الله لو شوا. يلا هنايا غادي نقول لكم سلامه، خليت لكم واحد البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. وشكرا مره اخرى لجهاد على الميك اب الرائع، وشكرا لفاطمه على التكشيطه لهلا يخطيك. يلا البنات، بسلام عليكم. السلام عليكم.